برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. عندنا كلام كتير نتكلم فيه النهاردة على مباراة الأهلي اللي جاية، مباراة سيمبا، على كمان الشامبيونز ليج بكرة، وكله مستني متعة المباريات اللي هنشوفها بكرة في الشامبيونز ليج. لكن خليني أبدأ بأنه طبعا إنجاز تاريخي بالنسبة لمصر، وهو أن منتخب السلاح للشباب قدر أنه هو يفوز على منتخب أمريكا بطل العالم، وطبعا المصنف الأول عالميا. وكان منتخب السلاح الشباب الحقيقة بيمثله مازن العربي، أدهم معتز، إياد معروف، زياد نوفل، بقيادة المدير الفني ماهر حمزة، قدر أنه هو يهزم منتخب أمريكا بطل العالم والمصنف الأول عالميا، ويتأهل للنهائي بسلاح السيف، ويحقق أول ميدالية لمصر في الفرق بتاريخ بطولات العالم. احنا بنتكلم أنه دلوقتي المنتخب المصري يعني بينافس على الميدالية الذهبية، سبق تاريخي إنجاز تاريخي كبير، وكمان شوية مفروض أنه منتخب المصري لاعب منتخب روسيا اللي قدر أنه هو يهزم منتخب فرنسا. خبر يفرح، يعني ألف مبروك لأولادنا، وإن شاء الله يشرفونا بقى في كمان النهائي. هو طبعا كونك تكسبي المصنف الأول على العالم، أقوى منتخب أو أقوى فريق على مستوى العالم أمريكا، المصنف رقم واحد، ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا. والأهم كمان انه احنا بنضمن ميدالية، يعني ان شاء الله زي ما سارة قالت احنا هنلعب مع روسيا يمكن كمان ساعة من دلوقتي او ساعة ونص تحديدا على الاول والتاني. وبالمناسبة روسيا برضو فرقة محترمة جدا، والمصنف رقم 3 على العالم، وكونها قدرت تكسب فرنسا وفرنسا المصنف الثاني، ده معناه انها فرقة محترمة جدا وجاهزة للبطولة. لكن الحقيقة خليني اقف على فكرة شباب مصر، فكرة طبعا كون مصر بتستضيف البطولة ده بالتأكيد بيبقى دافع زيادة عند الأبطال، لأنه بيحسوا أنهم بيلعبوا على أرضهم، فطبيعي جدا من تبقى البطولة من حقهم أو يبقى عندهم فرص كبيرة جدا في تحقيق البطولة. لكن الحقيقة الرياضات اللي من النوع ده لما بتعمل المفاجآت دي أنا الحقيقة ببقى سعيد جدا. في أوقات كتيرة جدا الشباب بيبقى محتاج طاقة نور أو محتاج قدوة أو محتاج حد يحسسه أن كل حلم ممكن تحقيقه. الشباب دول بالتأكيد يعني إحنا وإحنا بنحتفل بيهم أو إحنا بنقول خبر تأهلهم للنهائي وحصولهم على ميدالية مضمونة إن شاء الله بإذن الله نتمناها تكون ذهب، بالتأكيد مشوارهم ما كانش سهل على الإطلاق، الإعداد البدني والفني والنفسي للأبطال من دول أبطال دول عشان يلعبوا مع أبطال العالم في بطولة العالم، أعتقد بالتأكيد مشوار مرهق جدا على كل المستويات. ألف مبروك وإن شاء الله نبارك قدروا يا أحمد إن هم يتغلبوا على هولندا وعلى هونج كونج. ودلوقتي إحنا بنتكلم إن هم هيلعبوا روسيا اللي قدر إنه يهزم منتخب فرنسا واللي هو الثاني على العالم. وزي ما أنت ما بتقول مهم قوي إن إحنا يكون عندنا أبطال في كل الرياضات، مش بس كرة القدم، مش بس لما بنفتخر بصلاح والنني وحجازي وتريزيجيه وطبعا كل لاعبينا، وكمان ماير شريف في التنس. دلوقتي بنتكلم على السلاح، يعني كل ما بيبقى فيه في مختلف الرياضات سواء الفردية أو الجماعية احنا بنبقى سعداء جدا ان ده بيحصل، وانه الشباب دي طبعا بترفع اسم بلدنا، اسم مصر.